إذا نظرت إلى حركة الكلمة في القرآن تقوم تتعجب من أشياء كثيرة. هل هذا تجد مثلا لفظة تأتي في موضع وفي موضع شبيه منه لا تأتي، الموضع يكاد يكون واحد. مثلا سيدنا إبراهيم قال إيه حينما رأى قومه يعبدون ما يعبدون، وبعدين فر من عبادته وحب يدي صورة لإله اللي بيعبده، فإنه ألف على آلهتهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحييني الذي هو يطعمني، ما قالش الذي يطعمني، إنما قال هو، وعند الذي يمثلني ما قالش هو، أسلوب واحد وفي سياق واحد وفي مقام واحد، وهو اتوضعت هنا ولم توضع هنا. مسألة ما يمكنش هذا أن تخطر على بالك. قال لك لأنه بيتكلم عن أشياء فيه أشياء لم يدعي البشر فيها عملا له، وفيه أشياء للبشر شبهة لأن لهم أسباب بيعملوها. فالذي هو يطعمني ويسقيني، الذي يطعمني أنا بشوف أبويا يطعمني والزرع بيجيب لي اللي يزرعه ويديني وهذا يناولني، ففيه شبهة أسباب فاحتاجت إلى التأكيد الذي هو يطعمني، لأن شبهة النفس في الأسباب قائمة. لكن الذي هو يميتني لا، لأن ما حد له دعوة في مسألة الموت أبدا. فيقول دي ما تتأكدش لأن دي البشر مسلمين بها، تبقى ديكها هو يطعمني ودي الذي يميتني، ما قالش هو يميتني، لفظ واحد مرة جه هنا ومرة جه هنا. تجد مثلا حار يتوجد في ماء في مسيار ثم في السياق نفسه لا تأتى ذلك الحق يبعث. مثلا يجي الحق سبحانه وتعالى في الصقر يقول ايه في وصيه لقمان واصبر على اصابك ان ذلك من عزم الامور صبر، وبعدين يقول ايه ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. المعنى في الصبر صبرنا مره يجيب لله ومره لا يعني. لماذا؟ قال لك لان السياق في المصبور عليه مختلف. الصبر يأخذ صورا متعددة، صبر على مصيبة لا غريمة لك فيها، وصبر على مصيبة فيها لك غريم. فالذي ضربني غريم، الذي سرق مني غريم، الذي آذاني بلسانه غريمي وموجوده، إنما أنا مرضت من غريمي في المرأة، مات لي عزيز من غريمي في هذه المسألة. إذن فهناك صبر على شيء لا غريمة فيه وصبر على شيء فيه غريم. الصبر الذي يكون على شيء لا غريمة فيه ده أمر طبيعي، على من أزعل؟ ما عنديش غريمة أزعل عليه لأني كنت مؤمن فربي هو الذي فعل، انتهت المسألة. وإن كنت حتى غير مؤمن وعايز أزعل لما مات لي بنزعل على مين؟ مفيش غريم. لكن الذي ضربني أو سرق مني فيه غريم. ولذلك تجد الملحظ الذات ان الايه الثانيه في قوله ولا من صبر وغفر، كلمه غفر يدلنا على ان في مذنب وفي ذنب، يبقى ده اللي يحتاج مقاومه لان غريمك امامك وقد تهيج كلما رايته. دي اللي عايزه بقى طاقه من الصبر قويه، فلازم تؤكد. تاتي مثلا في سوره الواقعه الحق يستعرض قضايا الوجود لوجود حياة الإنسان، ويستعرض قضايا الاستبقاء بالطعام والشراب. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت. ذكر الحياة وذكر ما ينقض الحياة، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم إلى آخر. وبعدين يجي في آية وسائل استبقاء الحياة هي الطعام والشراب، يقول ايه افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما.
وفعلا بتحصل آفات تيجي تروح مرتاحة، طوفان يجي يغرق خلاص. قال هنا لا جعلناه حطام. وحينما تكلم عن الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاج. وقفش الله، لأن المسألة ونزول الماء من السماء لا دعوة فيها لأحد، لكن مسألة الحرث والزرع فيها دعوة للناس أنهم فعلوا شيئا، ولذلك نسب لهم أشياء ما تحرثون، وبعدين نفى قال أنتم تزرعون، فلهم شبهات في أن يفعلوا، فجاء التأكيد لو نشاء لجعلناه، لأن النفس يتمكن منها المقابل. لكن في مسألة الماء ما حدش ادعى أنه ينزلها من السماء، فقال لو نشاء جعلناه أجاجا. تلك حركة الكلمة توجد هنا ولا توجد هنا. وأيضا نأتي فنجد الكلمة مع زميلتها من الكلمات، السياق يجيب كلمات كثير، نقول فيك تلاقي الكلمة تحركت، معنى تحركت أنها أخذت وضعا هنا وبعدين جاءت في سياق ثاني أخذت وضعا آخر، وفي سياق ثالث أخذت وضعا ثالثا. كلمة هي الكلمة وزميلاتها اللي سياق واحد. مثلا تيجي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم موجودة. وبعدين تجد الكلمة تحركت إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، ذكرك النصارى والصابئين، وهنا جت الصابئين أخذت وضع آخر، تحركت الكلمة. وبعدين تجدها الكلمة بقيت في موضعها وتحركت حركة في ذات وهي موجودة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، الصابئون والنصارى ثابت النصب خالص، ما فيش الصابئين دي، وجات مرفوعة خدت وضع آخر. تقوم انت ساعة ما تيجي تقرأ هذا كلام الله وهذا كلام الله وهذا كلام الله، أي آيات أبلغ منه اللي تقدمت فيها النصارى على الصابئين ولا الصابئين على النصارى، ولا أنت نصبت الصابئين ولا لا رفعتها؟ لا تستطيع أن تقول هنا أبلغ، كل آية في مكانها بليغة، والموضع لا يمكن أن يؤدى بغيرها. لماذا؟ قالت لأن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الأديان، الأديان لها وجود زمني ولها شهرة كمية، الوجود الزمني شيء وشهرة الكمية شيء. الصابئين بالنسبة للنصارى واليهود طائفة قليلة من ناحية الكم ومن ناحية الوجود، الصابئة قبل النصارى، فإذا أراد لها التأريخ الزمني يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، وإن أراد الكمية يقول والنصارى والصابئين. طب الآية الثالثة تجي لمتى؟ للكمية ولا لل يبقى لازم الآية الثالثة يكون فيها شبه من هذه وشبه من هذه، لأنها إن رجحت جانب يبقى اثنين خدوا موضع وواحدة خدت موضع، فلا بد أن تكون الآية الثانية تظل فيها الكلمة في مكانها ثم تأخذ حكما آخر علشان تعطي العطائين معا، عطاء الآية الأولى وعطاء الآية الثانية. كلمة الصابئون دي تعني مدراب حكماء الإعراضي عن النسخ النص دلت على أن فيه رافع لها، هذا الرافع لا يمكن أن يكون إلا من عطف الجمل، يبقى والصابئون كذلك، والصابئون كذلك. طب ولماذا ما أخرها؟ وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون كذلك. قال لك لا، هو خلاها في موضعها حتى يكون موضعها أسبق من النصارى فتعطي التأييد للأولين، وتغيير حكمها يجعلها مؤخرة، لأن ما يقولش والصابئون كذلك إلا إذا قدرتها جملة إثنية ولا يعطف أبدا إلا بعد اكتفاء الكلام، فكأن إن الذين آمنوا والذين هادوا وبعد ذلك تأتي النصارى والصابئون كذلك، فرفعها أعطاها مرتبة التأخير علشان تعطف جملة على جملة، ووضعها في مكانها أعطى مرتبة التقديم، فكانت الآية حركتها تعطي كل هذه المعاني وهذه الأبعاد. وأيضا إذا نظرت إلى كلمة مع كلمة، لو أنها نسق واحد كده في غفلة المتكلم يقول
ولكن تجد كل آيات مغفرة وآيات عذاب في القرآن، كل الآيات يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إلا ما جاء على لسان سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. احنا بنتكلم على الكلام اللي مش على لسان عيسى، اتكلم على الله، كلها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولذلك المفسرين يجدوا يوسف يقول لك: لأن رحمته سبقت إلا آية واحدة في القرآن. تلتفت تلاقي الكلمة تحركت فيها حركة ثانية خالص، وراحت جاية مقام يغفر وواحده كلمة يعذب، أن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، كلمة واحدة. متى؟ نقول بالسياق مختلف. كيف؟ قال لك: لأن هذه الآية إنما جاءت في العقوبات الدنيوية عند قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا، جزاء مطلوب منا أن نفعله، ولذلك جاء في هذه: فمن تاب بعد ذلك وأصلح فإن الله إيه؟ يتوب عليه، ثم غفور رحيم. ألم ترى أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر هي دي الوحيدة. لماذا؟ لأن الكلام في عقوبة دنيوية، عقوبة قطع وعقوبة، مش معذور. لو جاب المغفرة كتب المسألة يعني يقول لك بلاش، لا، يعذب من يشاء، لأن هذه عقوبة الدنيا العاجلة. تجد أيضا قد يبدو للذهن أن السياق في آيات كثيرة واحد، نقول له لا، قد يكون المعنى الإجمالي واحد، المعنى الإجمالي واحد، ولكن عند التحقيق ليس واحد. مثلا آية النهي عن قتل الأولاد، تجد آية جاءت تقول إيه: نحن نرزقهم وإياكم، وآية ثانية قالت: نحن نرزقكم وإياهم. التطحين لك تفنن في التعبير، مرة جاب هذه ومرة نقول لا. شوف السياق، سياق الكلام، صدر الآية يتطلب ما بعدها، بحيث لو جاء دونها غيرها إذا ما ينفعش السياق. قل له: لأن الخطاب في أمرين مختلفين، في الجملة هما قتل الأولاد عشان الفقر، فقير قبل أن يشغل برزق ابنه مشغول برزق نفسه، ولكن الغني الذي يخاف إن جاء الولد أن يفتكر يأخذ منه. ولذلك دي: لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، كلام منتهي. ولكن لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، أن خوف الفقر من الولد، قال له: نحن نرزقهم وإياكم. وبعد ذلك تجيل آية يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سياق واحد، النعمة وأنها كثيرة، إن الله لغفور رحيم. يجي في آية هي الثانية يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. انتقلت من هنا ليش؟ قال لك: نعم، لأن النعمة لها عناصر، النعمة منعم ومنعم عليه، من ناحية النعمة في ذاتها كثيرة لا تحصى، لكن من ناحية المنعم ومن ناحية المنعم عليه، هل المنعم عليه يستقبل نعمة الله بما تستحق بأن لا يصرفها إلا في طاعته؟ لا، بيصرفها في معصيته. طب ما دام بيصرفها في معصيته كان الله يقبض عنه هذه النعمة. قال لك: لا، إنما أنعم لأنه غفور رحيم، والذك المقابل والإنسان ظلوم كفار، فهو مرة ينظر إلى سياق المنعم عليه وأنه ظلوم كفار، ومن ناحية أخرى ينظر إلى المنعم أنه غفور رحيم. فدوام نعمه بصفة الغفران والرحمة، لا بصفة الاستحقاق منه، لأنهم ظلوم كفار. ولأن تنعم على المستحق، ولا تنعم على غير المستحق، على غير المستحق، ما دام ظالم وكفر نعم الله دائما عليه. إذن هذا السياق مختلف. إذا تجاوزنا الأساليب القرآنية، أن دي مسألة يعني تطول شرحها، نريد أن هذا الأخذ بالأساليب إنما لأصحاب الملكة، أصحاب الملكة العربية والأمة اللي أرسل إليها الرسول، أرسل للناس كافة، لا يأخذون بهذه الأساليب. كان ولا بد أن توجد نواحي شتى في الإعجاز،
نواحي تتعلق بحواجز الغيب كلها، الزمن ماضيا كان او حاضرا او مستقبلا. وهذا امر يشترك فيه العرب وغير العرب، والذين عاصروا رسول الله والذين جاءوا بعده. هم يجي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اولهم فعلا بالقران يكاد يعطينا ثبت لنواحي الاعجاز فيه. الامام علي رضوان الله عليه قال: كنا عند رسول الله فذكر الفتنه، فقلنا وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. احنا نريد ان ناخذ من الرسول اللي هو اول من انفعل بالقران خصائص في القران. كتاب الله فيه نبأ ما قبله، اخبار الماضي، وفصل ما بينكم الحاضر، وخبر ما بعده، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذكر الحكيم، وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الذي لا تلتبس به الألسن ولا تزيغ به العقول ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. ما الحزن اللي نتكلم عنه الآن؟ لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي على عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. الجن قالوا فيه: إنا سمعنا قرآنا عجبا. ثم أعطى الحكم النهائي، قال: من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. كلمة لا يخلق على كثرة الرد تدينا ناحية جميلة من نواحي الإعجاز. أي أثر أدبي تقرأه فتنفعل له، وبعد ذلك تقرأه مرة ثانية فتنفعل نفس الانفعال، غير ما كان الانفعال قد نسي فإنه يجدد الانفعال. ثم بعد ذلك إذا قرأته تقرأه فاترا باردا. لكن لا يخلق على كثرة الرد مما يدل على أنه يخاطب معاني في النفس وفي ملكاتها متجددا، ومعاني النفس وملكتها ليست في صورة واحدة دائمة. فاللحظة هذه تجد تفاعل للنفس خاص، بعد اللحظة تجد تفاعل. فإذا ما قرأته في أي وقت وجدت فيه الطاقة التي تمد ملكة من ملكات نفسك في أي وقت من أوقات تفاعلها تجد الجمال فيه. ومعنى لا يشبع منه العلماء، والعلماء أهل استنباط، كأن كل ما استنبطوا يأتي أيضا استنباط النهر، وغدوة يأتي استنباط خصوبة المحتوى نماء المضمون، ولا تنقضي عجائبه. فإذا نظرنا إلى نبأ ما قبلنا، القرآن عدد، وكانوا يسألون رسول الله أهل الكتاب لأنهم كانوا يفهمون أنهم أهل الثقافة الذين قرأوا الكتب، والعرب أمة أمية الثقافة، فكانوا يسألونه عن أشياء، فكانت تأتي بما يثبت أنه قد علم وقد يعد له. فمثلا عند أهل الكهف كانوا سألوه عن أهل الكهف وهم يعرفون 300 سنة، ولكنهم يعرفون 9 سنين، ولبسوا في كهفهم 300 سنين، وبعدين قال هو وازدادوا 9. هم عملوها بتسنين بتوقيت ميزان توقيتي، والقرآن عملها بتوقيت آخر الهلالي. لما تمسك 300 سنة تلاقيهم هم 11 يوم يجيبوا 9 سنين تعدل لهم. فيقول: وما كنت بجانب الطور إذ قضينا إلى موسى الأمر. لو أنهم علموا لرسول الله مجلسا يتعلم فيه، أو واحدا يتخرج عليه، أو كتابا قرأه، لكان من الممكن أن يقال أنه قرأ، لكن بإجماعهم ما في. وما كنت بجانب الطور إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن الأنباء السابقة الذي لا يدعي الخصم أنك عرفتها تقول لهم عليها على وفق ما يكون عندهم. ولذلك يبقى ده انبهار، من الذي علمها وهم لا وهم يعلمون بالتأكيد، وإلا لو كانوا يعلمون غير ذلك لكان الرد
وبعد ذلك يأتي في الزمن الحال والأحداث اللي تجري في نفوس الناس يكشفها القرآن. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والهم أمر نفسي ضحوا القرآن. ويأتي القرآن للمعاني النفسية اللي تجيش في النفس عند سماع أي خبر. يعني حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يمنع المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام بعد ما خوي الإسلام، الحق حينما يعلن هذا الإعلان يعلم ماذا يكون أثر ذلك الإعلام في نفوس السامعين، لأنهم كانوا فمن مشركين بيجوا وقريش عند البيت وبيجوا الناس عرايا وياخدوا منهم اللباس وبيجيبوا لهم الأشياء، يعني ناس عايشين اقتصادهم مبني على هذه. فأول ما يجي يقول أنه عايز أمنع المشركين أول ما يقول في الذهن إيه المعنى الاقتصاد، يقول إيه إنما المشركون ندس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وبعدين يقفش النفوس كلها. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. اطمئن دي مسألة في بال الحق. ويجي بأشياء كثيرة بعد هذا في الزمن يوم الحق سبحانه وتعالى. المفسرين القدامى ساعة مكان مثلا يقرأوا قول الله سبحانه وتعالى وترى الأرض جبالا تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء. اكمنهم لا يرون الجبال متحمدين، يقول لك ده هذا في الاخر كتر خيرهم. بس عايزين نناقشهم. القرآن بيقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي اللي هي ايه الجبال تمر. اذا فقولكم انها في الاخر وبعدين تمر وتمر وتبقى كالعجل المنفوش ما ينفعش، لان يقول لك وهي باقية على جبليتها. ثم أيكون في القائرة حسبان ولا يقين؟ هيبقى يقين. ثم هل الآخرة محل امتنان بصنعة الصانع؟ امتنع الامتنان بصنعة الصانع، المسألة بقت مشهد. وهل هو في هذه الساعة نقبل من واحد عقيدة؟ نقبل من واحد دين؟ إذا فقول الله تحتها وهي تمر يدل على أنها مخلوقة خلق. أنت تراها ثابتة وواقعها العجيب بقى أن واقعها هو الله يتحمل صحيح، لانه هو يجي يقول ان الجبال مقوله رواسي في الارض رواسي رسله يعني ماشي، والجبال اوتاد، ومعنى الوتد انه مركب بالموتود فيه. وحتى يتبين لهم انه الحق ان الايات اكثر اللي بيظهر الان من الاشياء المعجبه انه على يد الكافرين بالقران، على يد ممكن لو كانت على ايد المؤمنين يقول لك المؤمنين بيجتهدوا عشان يصدقوا القرآن. من يجيب السين دي نظل نقرأها ساعة، وقبل أن تقوم الساعة برضو حنقراها ساعة. إذن فمستقبل التطور ومستقبل الالتقاء ومستقبل كشف آيات الله في الكون لا ينتهي. قالها رسول الله حين نزلت ساعة وقرأوها في القرن الأول ساعة والثاني والثالث، وتظل نقرأها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وفعلا مش راحة شوية كلام عام، أنك القرآن هناك أنا أتعرض لم ينزل كتابا كونيا، وإنما جاء كتاب منهج وكتاب عقيدة وكتاب إعجاز. ليس المفروض أن يتعرض علشان يعلمني الكيمياء ويعلمني الطبيعة ويعلمني الحساب ويعلمني الجبر ويعلمني الهندسة؟ ليه؟ لأن دي نشاطات ذهنية. النشاطات الذهنية دي عمل الإنسان. هذا الكون الله ضمن لك فيه مقومات حياتك الضرورية. ما استطاع البشر أن يبتكر طعاما من غير ما يخرج من الأرض، ما استطاع البشر أن يبتكر شيئا يغنينا عن الماء، ما استطاع البشر أن يبتكر شيئا يغنينا عن الهواء. مقومات الحياة ضرورية الله يظلم. إذن نشاط الذهن ده ليه؟ لترك الحياة. إن أردت أن تصل إلى أكبر نتيجة بأقل مجهود فافعل. هذا هو نشاط الذهن. نشاط الذهن ده بينظر في الكون وبعد ذلك بيلاحظ وبعدين بيجرب وبعدين يعمل نظريات وبعدين يطلع حقائق علمية. القرآن حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة أمية وهو أمي وما لهمش حظ من ثقافة، ما كان أبدا يتأتى أن يتعرض لحقائق الكون التي ستولد بعد، لأنه لو تعرض لها
الحقائق التي ستولد بعد ربما كان ذلك سببا من أسباب تكذيب له، وهو ما جاء إلا للعقائد وللمنهج. لكن الأشياء التي تأتي بعد لازم القرآن، إن لم يكن فيه ما يؤيدها فليس فيه ما يعارضها. تجد في الأمر الواحد يخاطب المعاصرين ويخاطبنا احنا بعدين أيضا أمور ونعم الكل يشهد بها، ومن جنسها شيء لم يشهد لم يولد بعد، فلا يجمد القرآن عندما رؤي، بل يفتح المجال لما نجد. يجي في وسائل المواصلات يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزن وذلك أمر واقع مشاهد، ما يمكن حد يعرف فيه. وبعدين قال كده كلمة مجملة ويخلق ما لا تعلمون. أهي ويخلق ما لا تعلمون، ذلك الإجمال هو اللي اتسع الآن للصاروخ. فإذا ما تعدد وعددت الوسائل برضو لا أزال أن أقول أنا ويخلق ما لا تعلمون، وفعلا جاءت حقائق الكون اللي في إيد نشاط ذهن البشر على وفق في قوله ويخلق ما لا تعلمون، والذي يدل على أن المسألة الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نقبل على مظاهر الكون بعقول فاحصة بعقول مستنتجة. لما نقف بالفحص وبالاستنتاج نصل منها إلى حقائق كثير. ولذلك لماذا ينعى الله علينا وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون؟ يبقى ما دام هو بيبكتنا لأن آيات كثيرة ونمر عليها بإعراض، يبقى ماذا يريد منا إذن؟ المقابل، ألا نمر على الآيات بإعراض. عشان ومعنى لا نمر عليها بإعراض يعني لاحظوا، والملاحظة هي أول نظام تجريبي في العلم المادي. كل اللي ابتكروا أشياء واخترعوها أخذوها من ملاحظة ظاهرة في ظواهر الكون، بعد ما لاحظوا جربوا عليها وبعدين عملوها نظرية وبعدين انتهت إلى بقى حقيقة علمية. الحق سبحانه وتعالى يوضحها شوية ويخلق ما لا تعلمون. يأتي قلنا برضو ان نظام التكاثر اللي بينشأ من الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين على التكاثر، سبحان الذي خلق الأزواج كلها عشان التكاثر. يأتي الحق سبحانه وتعالى يقول برضو سبحانه. طب كلمة سبحانه دي تدل على انها مسألة يعني؟ قال لك لأنهم صحيح يلقحون الذكر من الأنثى في الشجر، وفي الحيوان يلقحوا برضه الأنثى بالذكر، وفيهم نفسهم بيلقحوا برضه، لكن في أشياء زينهم ما يتسعش إن فيها لقاح أيضا، ولا يمكن أن يتأتى التكاثر إلا بذلك اللقاح. فيقول إيه؟ فسبحان ساعة مقدم سبحان كأننا مقبلون على أشياء عجيبة ليست في تقنين البشر. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، وهذا أمر يعرفونه ومن أنفسهم يعرفونه، قال ومما لا يعلمون. كأن بقية الأشياء والأجناس لازم فيها التكاثر. طبعا لما جاءت الكهرباء قلنا برضو قبل الموجب والسالب، أتوا بموجبين فما جاءت شرارة، سالبين فما جاءت شرارة، موجب وسالب جاءت شرارة زوجين. والكهرباء خدت حظها مدة طويلة، وبعدين جاء بعد الحرب العالمية الأولى لما هم يخترعوا أسوان التحطيم الجوهري برضه، وبعدين شافوا الذرة وجدوها برضه على هذا النظام. تبقى مسألة كلها دايرة في إيه؟ ومما لا تعلم. مما لا تعلمون نكون قد علمنا بعض الآن، لكن ستظل مما لا تعلمون لما مدلول أيضا دائما، كأن لن يقف الذهن البشري عند هذا الحد. قلت لإخوانكم مرة إن القرآن حينما تعرض لمثل هذه الأشياء جاءوا بعد ألمانيا ما اخترعت ثوان التحطيم الجوهري الفرد اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ أو الذرة في عرف الشرعيين، كانت الذرة هي المقياس لقلة الشيء أقل حاجة يعني في الكون. لما قالوا من يعمل مثقال ذرة إلى آخره، لأنها أقل ما يمكن أن يكون مقياسا. فلما عمل ثوان التحطيم الجوهر الفرد أمسك علماء الإسلام قلوبهم بأيديهم. ليه؟ لأن معنى تفتيت الذرة وتحطيمها أنه يوجد أقل منها، وما دام يوجد أقل منها يبقى المقياس القرآني في الذرة ما هوش مقياس مستوعب يعني،
في اقل من الذره وهو جزء الذره الالكترون او البروتون او الجزء. فلما قرانا القران بامعان كده وجدنا ان القران فيه رصيد يغطي هذا الذي وصل اليه ورصيد اخر يزداد لما يمكن ان يصل اليه لو فتت المفتت. وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. مش تفتيت، تفتيت وتجميع كمان. وكلمه اصغر تدي مرحلتين، لان اصغر صغير وزياده، فاذا قيل ذره وصغير عن الذره واصغر من الصغير، هم الان في نطاق صغير من الذره اللي هو بسيط. وفي القران رصيد يتسع لو حللوا ذلك الصغير الى شيء اخر كما تاتي المحاولات. الجبال مجهوله رواسي في الارض، رواسي راسية يعني ماشي، والجبال اوتاد، ومعنى الوتد انه محكم بالموتود فيه. فاذا كانت الجبال لها حركه غير مرئيه وانا بظنها جامده، يبقى معنى ذلك انها لا تمر مر السحاب الا الوتد بالموتود فيه. ولكنني لا ادرك هذه الحركه، وطبيعي ان لا ادركها. لماذا؟ قال لك لان القانون بتاعهم حركه المتحرك لا يمكن ان تدرك الا اذا قسته الى ثابت. انا اذا تحركت عرفت انني تحركت باي شيء، لاني وصلت الى ثابت هنا، الكتابه كانت متضايقه على الناس. لكن اذا كنت انا وانتم والقاعه دي كلها بتتحرك ونحن على عجل كده ودقيقة صنع على فيش هزة يعني وغلقين النوافذ وبعد ذلك تحركت أوضاعنا بالنسبة لبعضنا لا تتغير. فإذا فتحنا النافذة ورأينا هذا المبنى ظهر مرة ثم اختفى مرة عرفنا أننا متخرجنا. فإذا كانت الأرض واللي فيها كلها بتتحرك، يبقى لا يمكن أن أدرك حركتها لأنها ليست مقيتها إلى ثابت. لكن إذا قنعتنا بقى في مستوى وايضا لا يمكنني ان ارى كرويتها، لانك كيف ترى الشيء مكونا؟ لا ارى الشيء مكون الا اذا كان امتداد الخط اللقاء اللي خارج من المرء الى الرائد. كان زمان العلماء بيعتقدوا ان الرؤيه انما تتاتى بخروج شعاع من الرائد الى المرء. ابن الهيثم جزاه الله خير قال لهم لا، عدلوا يا فضيله، عدلوا يا فلان، الشعاع ينتقل من المرئي الى الرائي، بدليل ان المرئي اذا كان في نور تراه وانت في ظلمه، ولو ان الامر بالعكس وكذا. فلما يجي لماذا رايت يدي مبسوطه هكذا؟ لان مسار بصري كل الجن ممتد الى اخر، لكن اذا عملت كده معنى ذلك ان مسار بصري جاء عند منطقه ولم يجد المرئي، سقط. يبقى اذا انا لا يمكن ان ادرك الانحناء ابدا الا اذا كان عندي قوه اخفاء بحيث تيجي على سطح الارض وتقف عندما تنحني الارض. ومن عنده قوه الابصار ليقف فينظر كده فبصره يمتد الى المسطوح منها ثم ما عندوش الا اذا ارتفع كرائم، لان ما دام كل ما ارتفع كل ما مخروط الرؤيه يتسع. ثم اذا ارتفعت في الجو وبصيت كده بعينك المجرده تشوف قمر ايه. هذه مساله ما كانش القران يدخل بها في جدل ابدا، انما يكفي ان هو بعدين هنرى الايات في الكون، الايات في الكون. الان بعد وسائل المواصلات والاعلام ما بقت متحده، يمكن تكلم انسان تقول له احنا بالليل يقول لك الشمس طالعه عندي، يقول لك هذا التوقيت في رمضان للبلد الفلاني وعلى البلد الفلاني لا تنتظر خمس دقائق. لماذا؟ ان الشمس لا تزال ظهره هناك، الشمس لا تزال ظهره هناك واختفت عندي. لو ان الارض مفتوحه هكذا كانت اذا طلعت الشمس كورونا اطعم وقت واحد، اذا غابت تجيب مره واحده. ما دام اختلاف مصالحها واختلاف مغاربها بالنسبه للانسان يبقى يدل على انها مش مفتوحه. لو كانت مفتوحه كانت ساعه ما الشمس طلعت كله يضيء، غيبت كله ده في وقت واحد، ما يبقاش عندي شمس وهناك كورونا، ما يجيش. ويبقى للشمس للارض مشرق واحد ومغرب واحد.
انما انا انظر فاجد ان كل لحظة مش لحظة لحظة يزيح عدناها بثانية ايه الجزء اللي من الثانية كمان فيه مشرق وفيه مغرب اذا فالشمس لا تنفق شارقة غاربة برضو على عرف الشمس يعني تشرق شارقة غاربة فبداية مشرق ومغرب يبقى اذا لما نيجي احنا نقول ان اليوم هو بين ايه ما هو تحديد اليوم الزمن اللي بين ايه لا مش شروق وغروب بين شروق وشروق عشان يديني اليوم ايه اليوم اللي هو الليل والنهار ده كان بين شروق وشروق نقول له مدام كل وقت لها شروق وكل وقت لها غروب اذا ففي كل جزء من الثانية يوم يبتدئ ويوم يمتد كل يوم هو في شأن اليوم امتى كل لحظة بداية يوم ونهاية يوم يوم ويوم يوم ويوم ولذلك تجد مثلا ان المؤذن حين يؤذن في مكان ما بالمغرب يوجد في الوقت نفس مؤذن للعشاء ويوجد في الوقت نفس مؤذن للعصر ومؤذن للظهر ومؤذن للظهر اذا كلام الناس اهل الشطح بتوع زمان اللي كانوا يقولوا عليهم مجانين يا زمن وفيك كل الزمن ساعة ما قول صبح يبقى فيه ظهر وفي عصر وفي مغرب وفي عشاء وكل مكان يا زمن وفيك كل زمن اذا فلا ينفصل الله معبودا في كل وقت في جميع اوقات الزمن يعني يصلى له الان صبح ويصلى له ظهر ويصلى له عصر ويصلى له مغرب ويصلى له عشاء فاذا ما قرات قول الله للمشارق والمغارب والمشرقين والمغربين والمشرق والمغرب يبقى على العين هم بيجي بقى افرض الناس عابين يستأنسوا بشيء من القران نقول له يا اخي القران حينما كان يعالج اقضيه معاصره كان ياتي للمتفق عليه فلا يجعله محل بحث المختلف فيه هو محل البحث نحن الان نؤرخ بالعرب ولا بالعرب تاريخ عربي يعني تاريخ العربي يدخل رمضان فيه بليله ام بنهاره بليله اذا فالليل في التاريخ عندنا العرب سابق للنهار يجي الليل وبعدين ياتي النهار القضية المقابلة ايه الليل يسبق النهار مش كده عندنا المقابلة ايه النهار لا النهار لا يسبق الليل مش كده القضية الاولى ان الليل سابق النهار محل الدين الليل سابق النهار والقضية المقابلة النهار لا يسبق الليل ويشوف القضية الثانية بقى الليل سابق النهار بدليل اننا نؤرخ بها احنا بنتكلم عن الواقع عندهم وبعدين الواقع في حقيقة الامر الواقع عندهم ايه ان الليل سابق النهار يبقى النهار لا يسبق الليل القضيتين دول تفصيل ولا لا عندهم المتفق عليه هذا لم يتعرض له القرآن لأنه الله متفق النهار لا يسبق الليل المختلف في ايه؟ هم قالوا الليل سابق النهار قالوا ولا الليل سابق النهار يبقى ينشأ منها لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق خلاص؟ معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك أن الأرض لو كانت مفتوحة هكذا وبعد ذلك في الخلق الأول إن كان الله قد خلق الشمس مواجهة لسطح الأرض المفتوح يبقى معنى ذلك أن النهار وجد أول الخلق ثم غابت الشمس فوجد الليل وإن كان الله ساعة الخلق خلقها غير مواجه للسطح ثم خرجت على السطح يبقى الليل وجد ثم وجد النهار لكن بيقول لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل القضية مأخوذة من الاثنين يبقى معنى ذلك أن الليل وجد هو والنهار في وقت واحد لو مفتوحة لازم يكون واحد الأول إن كانت الشمس مواجهة للسطح ثم تغيب يبقى النهار وجد ثم وإن كانت مخلوقة غيبة عن السطح يبقى الليل وجد ثم طلعت الشمس فوجد النهار إذا معنى ذلك أن الأرض يجب أن تكون مخلوقة على هيئة بحيث يوجد فيها الليل والنهار بقعة واحدة لا يتأتى ذلك إلا إذا كانت مقوحة فالجزء المقابل للشمس كان نهارا وغير المقابل كان ليلا في وقتها إذا فلا الليل سابق النهار ولا النهار سابق ما كانش ممكن ندخل مع العرب في مثل هذا الجدل
أبدا. إنما النشاطات الذهنية حين تنتهي وبعد ذلك ممكن أن يوجد في القرآن أشياء، هذه الأشياء تستطيع أنك أنت تستأنس بها. ليس معنى هذا أن القرآن يجي يقول لي سورة في كروية الأرض، سورة في دوران الأرض، ما يقول ليش هذا الكلام، إنما يامسها لمحة. ولذلك كثير من الأقضيات العلمية تأتي أثناء سرد مسائل ثم يأتي جملة بسيطة كده تديك غرض لقضية عالية. زمان كانوا يختلفون في مركز الإحساس في الإنسان، الواحد يحس بإيه؟ بعقله؟ أم قال لك في حاجات ما توصلش للعقل؟ ومع ذلك إذا واحد جاب فرع ووجه لعينه كده قبل ما يجي أثر عشان يتنقل للمخ والأعصاب تنقله يكون عين قفلت، قال لك دي الأفعال المنعزة ومحلها النصاع وقعد، وبعدين انتهوا أخيرا على أن مركز الإحساس هي الشعيرات الجلدية المنبطحة هذه، تمسك الحقنة المدببة هذه تجربها في نفسك، فإذا ما ضربتها تؤلمك بقدر نزرة البرغوث، فإذا ما نفد السن من الجلد وتمشي طويل ما في شيء. القرآن ما جاش قال لي بقى سورة في مقر الإحداث، لا، مما راح متعرض بحقيقة كونية، حقيقة كونية عرضة. يقول إيه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا فعلنا تبديل الجلود أن يذوقوا، لو تبدل الجلود وتحترق يبقى الإذاقة ما تنتهي. يبقى حاجة في منتهى إيه؟ في منتهى اليسري وفي منتهى في شيء اللي هو التحدي للمختار بما هو في نطاق اختياره. الله حقيقة الكون الأولى، ومع ذلك وجد قوم ينكرونه ووجد قوم يحادونه ووجد قوم قد يسبونه. ولذلك القرآن قال له ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الإله اللي الناس بتستقبله هذا الاستقبال، ناس مؤمنين به وناس كافرين به وله وجود والطبيعة والنصفة، هؤلاء لو أننا نقول لهم أن الله الذي تنكرونه يتحداكم في كذا، مادام هم مش مؤمنين بوجوده لماذا لا يفعلون ما يتحدى به؟ ولكن الحق أطلق قضية في القرآن، هذه القضية تحدث قديما وتحدث في عصر رسول الله وستتحدى إلى قيام الساعة بأمر يملك الكافرون بالله والملحدون فيه نظائره. كيف؟ قال لك مسألة لا يختلف فيها أحد، وهو أن الناس يضعون أسماء للمسميات، يولد له ولد فيسميه، يخترع شيء يسميه، إذا وضع الاسم على المسمى مسألة ليست معجزة بالنسبة لهم، يضعون أسماء لمسميات. فالقرآن يطلقها يقول الذين كفروا بي والذين تحدوني أنا أتحداهم أن يضعوا اسمي على أي شيء مسمى آخر. الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ من الجائز أن رسول الله استقرأ قديما فلم يجد فأطلقها متحديا. ألا يوجد عند إنسان من الملاحدة أو الزنادقة أو الكافرين إنسان يجرؤ ويسمي أي شيء لله؟ ومع ذلك ما وجد أبدا أبدا ولم يوجد أبدا. ليه؟ مما يدلكم على أن رصدهم في الكفر هم مش مقتنعين به. والله لو مقتنعين بأن ما فيش إله لكان واحد يسمي ابن الله، إنما كنت دي منطقة له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا عنها، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينبهنا كأفراد وأن ينبهنا كشعوب وأن ينبهنا حاكمين إلى أن يأخذ القرآن دوره الأصيل في الوجود، فلا يظل لؤلؤا حبيثا في صدف، ولا يظل أثرا نفيسا في متحف، ولا يظل أثرا أدبيا نسعد بتطريبه، بل نريد إن شاء الله أن يباشر القرآن منهجه في الوجود صفاء عقيدة وسمو تشريع وسبق مبادئ واكتمال أقضية ونمو مضمون. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك، وحين يوجد ذلك سنقول جميعا للدنيا بلسان الإسلام أطفئوا مصابيح عقولكم فقد طلعت شمس الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله حمد الصدق للألوهية الحق، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة شهد بها لنفسه شهادة الذات للذات، وشهد به بها ملائكته شهادة المشهد، وشهد بها أولو العلم شهادة الفطرة والاستدلال. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أذن الخير التي استمعت إلى آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن ربه فأدى الأمانة فكان رحمة للعالمين وخاتما للأنبياء والمرسلين. وبعد، فما أكثر في الإيمان من مناسبة، وما أكثر في الإسلام من وقائع، ولكني لا أحب أن يعيش الإسلام في المسلمين وقائع تاريخ ولا أحداث مناسبات ولا إحياء مواسم. فالإسلام ما جاء إلا ليكون هديا ذاتيا يظل عمله في النفس عمل التنفس. وأنتم والحمد لله على علم كثير بالإسلام ولما جاء وبأي منهج خطط وإلى أي غاية يهدف. وإذا كنا نحن المسلمين اليوم لا نعطي الصورة الحقيقية للإسلام فذلك ليس عيب الإسلام، ولكنه عيب المنسوبين إلى الإسلام. وأخشى أن أقول إننا كنا بذلك فتنة للناس، لأن الناس أحبوا أن يروا الإسلام فينا، فأعطيناهم معطيات غير ما يعطيه الإسلام، فزهدوا في الإسلام فكرا وزهدوا في الإسلام نظرا. ولولا أن الله قيض لطلاب الحقيقة لذاتها أقواما يبحثون في فكر الإسلام ذاته بمعزل عن المسلمين المنسوبين إليه لما عرف كثير من المفكرين شيئا عن الإسلام. ويسوءني جدا ويسوء كل مسلم غيور أن يستمع إلى ما قاله رجل أسلم بفكره وأسلم بعقله ولم يسلم للأسوة التي رآها في المسلمين. ماذا قال ذلك الرجل؟ قال: الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أعرف المسلمين. كلمة مرة توحي بأن المسلمين في معزل عن دينهم أخذوه اسما ولم يأخذوه مسمى، أخذوه لقبا ولم يأخذوه موضوعا، أخذوه شكلا فكان الشكل معطيا لصورة لا تمت إلى الإسلام بموضوع الإسلام. ولكننا والحمد لله رغم ذلك متفائلون، ومتفائلون جدا، لأن الفكر المعاصر في كل أجناسه وفي كل لغاته أصبح يتجه إلى الإسلام كحل أخير لمشكلة الحياة ومشكلة العصر. فلم يفلح في قيادة الحياة مذهب، ولم ينجح تواضع بشري ليواجه كل هذه المشكلات. وإذا كان الناس قد أولعوا قديما
ببعض المذاهب التي ترفه لهم حياتهم، فإنهم قد رفهوها بالفعل وحضروا شكلهم وحضروا ظواهرهم، ولكننا نلاحظ أن الأمة التي سبقت في ذلك وأغنت شعبها ماديا وأغنت شعبها اقتصاديا وأصبح كل إنسان في طرف من الحياة، هذه الأمة نفسها هي الأمة التي تدل الإحصاءات الأخيرة على أنها أكثر الأمم فسادا في خلقها، وعلى أنها أكثر الأمم إصابة في شبابها، فمنهم من استولت عليه الأمراض النفسية حتى لم يجد منفذا من الحياة إلا أن ينتحر، ومنهم المجنونون ومنهم الموبوءون. إذن فلماذا كان ذلك؟ لأن الحياة ليست مادة فقط وليست حضارة شكلية فقط، ولكن الحياة هي تناسق مجموع الملكات في النفس الإنسانية. فالملكات الإنسانية كثيرة، ليست بطنا وحدها تطلب الطعام، وليست عقلا وحده يطلب الفكرة، وليست قلبا وحده يطلب أن يعمر بالحب، ولكن للنفس الإنسانية ملكات شتى. هذه الملكات تتطلب أن يكون الإنسان مستندا في حياته إلى رصيد قوي فوق ما يعلم من رصيد القوة في دنيا البشر. فالإنسان الذي تكتنفه الهموم أيا كان لون هذه الهموم، هموم لا تستطيع المادة أن تحلها له، هموم لا تستطيع الحضارة أن تفكه منها، هموم كثيرة، ما الذي يمكن أن يحمل عنه ذلك الهم؟ لا يمكن أبدا لأية قوة أن تحمل عنه ذلك الهم إلا أن يرجع نفسه إلى رصيد قوي فوق الأحداث، وإلى رصيد قوي فوق المشاكل، وإلى رصيد قوي فوق النائبات. ولا يوجد ذلك الرصيد في دنيا الناس أبدا، ولا يوجد إلا في شيء واحد هو القوة المطلقة وراء ذلك العالم. فالمفكرون ابتدأوا أخيرا يتوجهون إلى الإسلام ليحلوا مشاكل الحياة. وما أحسن ما قال برنارد شو حينما استعرض مشاكل الحياة في عصره، وكانت لم تنم هذا النمو ولم تتكاثر ذلك التكاثر. ماذا قال ذلك الرجل؟ قال: إن مشاكل الدنيا في حاجة إلى رجل مثل محمد يحلها وهو يشرب فنجالا من القهوة. وكذلك الحق دائما يغلب حتى اللجوج في الباطل. ففي فترة من فترات استقامة القوة الملكية النفسية ينطق الإنسان بالحق ولا يدري ماذا يجر عليه ذلك النطق من سؤالنا: ولما لم تبشر بذلك الدين الذي جاء به محمد؟ ولكنه الحق دائما يعلو، ولكنه الحق دائما يزهق الباطل. فإذا كان الإسلام كذلك فيجب أن نعرف منطلقات ذلك الإسلام، وأن نزيح من رؤوس الشباب الفجوة التي يظنونها أو يتوهمونها بين الإسلام وبين الحياة التي يحبون أن يحيوها. الفكرة فكرة طارئة عن الإسلام، أحدثوا فجوة واسعة وهوة عميقة بين الإسلام وبين الدنيا، حتى يعتقد طلاب الدنيا أن الإسلام لا يعطيهم هذه الدنيا، وبذلك ينصرف طلاب الدنيا عن الإسلام. وبالغوا في لجاجهم فجعلوا الدنيا حتى على أقلام كثير من كتاب المسلمين مرادفة للدين ومقابلة له، دين ودنيا. وما فهموا أن تلك المقارنة أو تلك المقابلة لم يرد بها نص لا لغوي ولا شرعي، ولكنه النص الذي يراد به إحداث الفجوة بين المسلمين وبين دينه. الدنيا لا تقابل الدين،
وإنما الدنيا تقابل الآخرة والدين يجمعهما. الآخرة جزاء، والجزاء على الشيء لا يمكن أن يكون موضوعا لذلك الشيء، فموضوع الشيء غير جزائه. إذن فما دامت الآخرة جزاء فيجب أن يكون للدين موضوعا. ما موضوع الدين؟ موضوع الدين هو الدنيا. إذن فلا تقارنوا بين دين وبين دنيا، ولكن قارنوا بين دنيا وبين آخرة. أما الدين فيشمل الأمرين جميعا، سعادة ترفه دنياك، والدين فقط هو الخميرة التي تجعلك تقبل على الحياة وعلى كل ما فيها من خير وعلى اكتشاف كل ما فيها من سر، حتى لا يكون اكتشافك لهذه الأشياء مصدر شراسة لك ولا مصدر علو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وبانفصال الدنيا عن الدين في أذهان الشباب أصبح الدين شيئا جافا شيئا جامدا، واقتصر مدلوله على بعض العبادات التي يقوم بها الشيوخ ويقوم بها العجائز. الدين هو موضوع الدنيا. لماذا؟ يقول الحق سبحانه وتعالى لبيان ذلك: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طلب منكم أن تعمروا هذه الأرض، اعمروها باكتشاف الأسرار التي توفر عليكم الجهود والتي تؤتي لكم أطيب الثمرات في أقل الأوقات. إذن فعمارة الأرض مطلوب من مطالب الدنيا كعبادة الله. والحق سبحانه وتعالى حين يعرض لهذه النظرية، وهي نظرية الانفصام بين عملية الدنيا والآخرة لتكون في معادلة الناس دنيا ودين، يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكأن الدنيا هي كل شيء في حساب هؤلاء الناس، كأن الإنسان الذي كرمه الله ذلك التكريم ليس له من حظ الدنيا إلا قيمة عمره، وكثير من الأشياء التي سخرت له وهي في خدمته أطول عمرا منه. ما ذلك الإنسان الذي تكون دنياه هذه هي الدنيا؟ ما ذلك الإنسان الذي يكون موضوعه هو ذلك العمر الذي قد يطول وقد يقصر؟ إذن فالذين يريدون أن يحبسوا الإنسان في عمر ذلك الدنيا هم القوم الرجعيون. أما الذين يريدون أن ينطلقوا بالإنسان إلى عالم أرحب وإلى عالم أوسع، فهؤلاء هم الذين يقيمون العدل في منطق الأشياء فيعطون الإنسان حقه كما أعطاه الله حقه. أيكون الإسلام بذلك رجعيا أم تقدميا؟ الإسلام الذي يتجاوز بالإنسان هذه الحياة المشهودة المنظورة ليسلمه إلى حياة أوسع وإلى حياة أرغد وإلى حياة أخلد. وبمقارنة بسيطة نستطيع أن نعطيها صفقة تجارية. هذه الصفقة التجارية ككل الصفقات تسعى دائما ببذل الشيء لكسب أكثر منه. فماذا يكون موقف الإسلام من تلك القضية التجارية الصفقية؟ الدنيا كما نعرف عمر كل إنسان فيها ليس هو عمر الدنيا، وإنما يقاس عمره بمقدار وجوده. إذن فعمرك في الدنيا بمقدار حياتك فيها. فإذا كان الدين يقول لك هناك حياة أخرى لا نهاية لها، إذن فلنقارن المدة، نقارن الكم. حياة محدودة بحياة غير محدودة، أول مقارنة. المقارنة الثانية: أحياة الإنسان وعمره إذا كان في متوسط 60 أو 65 أو 70 أمظنون له ذلك أم متيقن؟ هو مظنون بلا شك، فقد يؤخذ غرة، ولكن الآخرة موقن بها. مقارنة ثانية: وأيضا فما لذتك في الحياة وما أربك منها؟
أن تتمتع في هذه الحياة، ومتعتك على قدر تصوراتك في النعيم وعلى قدر إمكانياتك التي تؤتي بذلك النعيم، ولكن الآخرة نعيمك فيها على قدر إمكانيات الله. إذن فإذا نظرت إلى المقارنة وجدت الآخرة والطلب لها والسعي الذي يوصل إلى الخير فيها أرجح في حساب التجارة من الدنيا، لأنها محدود بغير محدود، ومتيقن بمظنون، ونعيم على قدر إمكانيات الخلق، ونعيم على قدر إمكانيات الحق. إذن فتلك صفقة يجب أن يتنبه لها كل إنسان. الإسلام جاء ليرسخ مبادئا. هذه المبادئ: المبدأ الأول لا إله إلا الله، وحدانية الله. المبدأ الثاني الإيمان باليوم الآخر. وحول هذين المبدأين يدور كل المنهج. ولذلك حينما استقبل المشركون الإسلام ناقضوا هاتين القضيتين أولا. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ تلك قضية. أإذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد؟ لا، ها العجيبة. ولكنه بعد نزول الأدلة ونزول البراهين وإفحام القرآن وإعجاز لم يستطيعوا إلا أن ينصاعوا للمنهج. ولكن المسألة هي مسألة حامل المنهج هو محمد. ولذلك تجدهم يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن فالقرآن لا بأس به، قرآن منهج لا يعارض، ولكن لماذا يجيء على يد ذلك الرجل؟ هل لا جاء على يد فلان أو يد فلان؟ إذن فالمنهج مسلم به، ذلك إفلاس في الحجة ورجوع إلى حامل المنهج. وأيضا فهم يقولون القول العجيب الذي يدل على حمقهم، ماذا قال؟ وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أذلك منطق يقوله عاقل؟ إذا كان ذلك هو الحق فليمطر الله عليه الحجارة ما دام الحق، لماذا لم يقولوا إن كان ذلك هو الحق فاهدنا إليه؟ مما يدل على أن غباء المجادلة واللجج أوقعهم في هذه المهاترة التي لا يقول بها عاقل. وقالوا أيضا مما يدل على أنهم حين يجلسون فيما بينهم وبين أنفسهم يجدون المنهج صوابا، يجدون المنهج هدى، لا يعارضون أي مبدأ من مبادئه. فماذا قال؟ قالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فكأنهم آمنوا بأنه هو الهدى، ولكنهم يخافون على ماذا؟ على سيادتهم وعلى جاههم، وظنوا أنهم بإيمانهم سينتقل الجاه والسيادة إلى من؟ لن ينتقل الجاه والسيادة إلى أحد أبدا، إنما الجاه والسيادة للدين وحده، ويأتي الحاكم ممثلا لذلك الدين فقط. فالحاكم الذي يأتي سيأتي على وفق مبدأ الدين، فلا رأي له أبدا إلا أن يكون أمينا على تنفيذ مبادئ ذلك الدين. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يعرض قضية الولاية على المسلمين عرضا واضحا، فيقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم. فلم يفرد لهم طاعة، لأنه لم يفرد لهم حكما يطاعون فيه، ولكن طاعتهم في إطار إطاعة الله وإطاعة الرسول. فإذا كان الله سبحانه قد شاء أنزل هديه الإسلامي لينقذ العالم من مشاكله كلها، وعلى قمة تلك المشاكل وثنية، وثنية في الأصنام، ووثنية في القوى الطبيعية، ووثنية في الأشخاص، ووثنية في المبادئ، فلا بد أن تكون منطقة مكة هي منطلق تلك الدعوة. لماذا؟ لأن فيها بيت الله، وحولها أمة ليس لها مذهب ديني مفلسف. ومعنى المذهب الديني المفلسف أن قواعد ومبادئ مدروسة عمل فيها الفكر، ولكنهم قوم كانوا يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم،
ولكن البلاد الأخرى كانت فيها فلسفات وكانت فيها مذاهب تقود حياة البشر، وكان ولا بد أن يكون في مكة بالذات. لماذا؟ لأن مكة أعطت لسكانها من قريش المهابة والعزة والجاه والسيطرة، لأن فيها بيت الله، وبيت الله يحج إليه كل عربي. إذن فلا بد أن تكون لقريش المهابة. هذه المهابة هي التي حمت تجارتهم في رحلتها إلى الشتاء إلى الجنوب وفي الصيف إلى الشمال. لم يأخذوا تلك المهابة بذواتهم، وإنما أخذوها بذلك البيت، ولذلك كانت قوافلهم آمنة لا يتعرض لها. وكيف يتعرض لها أحد وهو عرضة غدا أو في العام المقبل أن يكون بين ظهرانين في بلادهم؟ إذن فذلك البيت هو الذي جعل لهم المهابة. ولذلك يقول الحق في الآيات التي قلنا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. إذن فالجزيرة العربية ممثلة في قريش، وقريش ممثل فيها الجاه والسيادة والعظمة والمهابة. كان ولا بد أن تكون صرخة الإسلام في أذن هذا الجاه، وكان لا بد أن تكون في مواجهة هذه السيادة. ولكن شيء آخر، لا يمكن أن يكون نصر هذا الإسلام على يد ذلك الجاه ولا على يد تلك السيادة. لماذا؟ حتى لا يظن ظان أن العصبية لمحمد خلقت الإيمان بمحمد، ولكن كان في المدينة حتى يعلم الجميع أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد. ولذلك سوابق تاريخية تتعرض ببيت الله الذي أخذت قريش بسببه المهابة. تعرض أبرهة لهدم البيت وجاء ليهدمه ليصرف حج الناس إلى بيت بناه في صنعاء، فلم يدع الله لقريش أن تدافع عن ذلك البيت. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يحمي بيته. وظن كثير من الناس أن موقف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب حينما قال لهم: أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحمي، قالوا إن في ذلك تخاذلا، قالوا إن في ذلك سلبية، كيف يجيء ليهدم البيت وعبد المطلب لا يتعرض له ويتعرض لإبله؟ إنما أراد الحق وأراد عبد المطلب بهذه القولة أن يلفت نظر أبرهة إلى شيء. ذلك الشيء هو أن البشر هم الذين بنوا بيت صنعاء، فلهم أن يتحمسوا له، وإذا تعرض متعرض له فلهم أن يدافعوا لأنهم هم الذين بنوا. ولكن عبد المطلب أراد أن يرده إلى أن ذلك البيت ليس من صنعة البشر وليس من وضع البشر وليس من بناء البشر، فالذي بناه هو الذي يحميه. ذلك شيء أروع ما يكون في الدفاع، لأنه أوقف أبرهة موقفا لا يقوى عليه، وهو موقف معاندة السماء. ومع ذلك كان ما كان، وأنزل الله طيرا أبابيل، وحدث ما تعرفونه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يشأ الله أن يجعل لقريش ولا لأحد من ساكن مكة شرف الدفاع عن البيت، كذلك لم يجعل الله لقريش ولا لأحد من ساكني مكة شرفا في نصرة الدعوة في أول. كان ولا بد أن تقابل دعوة الإسلام بمثل ما قوبلت به. لماذا؟ لأنها تتعرض لأشياء في صميم المجتمع، وأشياء أيضا في صميم النفوس، وأشياء أيضا في صميم العقائد. لذلك كان أمر الهجرة من مكة إلى المدينة أمرا موقوتا مع البعثة ومبشرا به مع البعثة. كيف كان ذلك؟ حينما جاء لرسول الله ما جاءه من أمر الوحي، وأخذته خديجة رضي الله عنها وذهبت إلى ورقة بن نوفل فقال له ما قال، فقال ورقة: ذلك الناموس الذي كان ينزل على عيسى، يا ليتني فيها جزع، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم.
ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤثرا. إذن فالهجرة مقترنة بالبعثة ميلادا، فحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مع البعثة أنه سيخرج وأنه سيهاجر. فإذا كانت الهجرة بظروفها التي تعلمونها، ولا أحب أن أسردها كثيرة، وإنما أحب أن ألتقط فقط موضع العبرة مما حدده موضوع الندوة، وهي أن الهجرة مبدأ للتضامن. يلاحظ في كلمة الهجرة أن الاسم فيها مأخوذ من الفعل الثلاثي هجرة من هجرة، ولكن الفعل مأخوذ من الفعل الرباعي هاجر. كل ما ورد في القرآن لا يقال هاجر الذين هاجروا، وإنما يقال الذين هاجروا، ويسميهم المهاجرين. إذن فالاسم من الثلاثي، ولكن الفعل من غير الثلاثي. نعم، لأن الهجرة من الحجر، ورسول الله وأصحابه لم يهجروا مكة، لأن الهجر انفعال ذاتي في النفس يدفع الإنسان على أن يفارق المهجور، وقد لا يكون للمهجور سبب في ذلك. أما هاجر فمفاعلة، قاتل لا بد أن يوجد اثنين يقاتلون، شارك لا بد من وجود اثنين، فالفعل هنا هاجر، يبقى إذن فيه مفاعلة من جانبين، لم تكن الهجرة قلا من المكان وحده، وإنما كانت قلا من المكان لأن أصحاب المكان نبوا بالمهاجر، فكأن لهم فعل في ذلك، أي لو لم ينبو المكان وأصحاب المكان، ولو لم يتعد على أصحاب رسول الله، ولو لم يضطهد الدين الجديد، ما خرج محمد ولا أصحاب محمد من مكة. إذن فهذا هو التفاعل، المفاعلة. حدث اعتداء، وحدثت جفوة، وحدث عدم استقرار من المقيمين بمكة، فما كان منه إلا أن ينازع. هذه المنازعة هي أن يترك ذلك المكان. إذن فلا بد أن يكون الفعل هاجرا، ولكن حينما صارت اسما أراد الاصطلاح في ذلك أن يجعل المكان وأهل المكان الذي قلاك ونبى بك وجفاك واضطهدك حينما تفارقه لا يكون مذكورا في نفسك أبدا، بل تنساه وأنت الذي هجرته. إذن فأخذ الاسم كلمة الهجرة، وأخذ الفعل كلمة هاجرة، ليدل على أن المفاعلة التي حدثت بين محمد وأصحابه من جهة، وبين كفار قريش من جهة أخرى، كان ولا بد فيها أن ينبو ذلك المكان، وأن يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله مهاجرة الذي ينطلق منه الإسلام. يأتي القرآن ليحدد أجناس ذلك التضامن، فماذا قال؟ قال الحق سبحانه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، ذلك هو المبدأ الأساسي. مهاجرون جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وأنصار استقبلوهم وآووهم وآذروهم وشدوا من عزمهم، أولئك بعضهم أولياء بعض. ومعنى أولياء بعض أي نصراء لبعض، يتوارثون الدية يتحملونها. إذن أشياء نقلت جديدة لمعنى المؤاخاة، وبذلك آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، بين مهاجري وأنصاري، وحتى تعرفوا أن ذلك كان أمرا أريحيا بالنسبة للأنصار، أنهم كانوا يتنافسون، ولذلك كانت الأخوة بالقرعة، إذا اختلفوا على شيء يقترعون،
ولا يقترعون إلا عن كثرة الطلب، ولا يقترعون عن كثرة الطلب إلا أن تعم فيهم الأريحية وأن تعم السماحة. وقد فهموا معنى الأخوة، معنى كلمة أخ، لم يفهموها لفظا شكليا نصدر به ديباجاتنا للناس فتقول إلى أخي فلان، ولكنهم قالوها واقعا، قالوها مضمونا، قالوها تبعات، وكان كذلك. ولكن أتلك المؤاخاة التي حدثت في الإيواء وفي النصرة وفي الإرث وفي الديات وفي كل ذلك من التعويضات، ماذا كان موقف المهاجرين؟ موقف المهاجرين إنما كان موقفا نبيلا، بمعنى أنهم لم يستغلوا تلك السماحة. ولذلك ضرب ابن عوف المثل الرائع حين قال له سعد بن الربيع، ماذا قال؟ عجيب ما يقوله سعد، قسمة المال أمر مقبول. أما أن يقول له سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، إن لي امرأتين، فانظر أيهما أعجب لك وأعلمني بها لأطلقها، فإذا اعتدت تزوجتها، أي لون ذلك الإيثار؟ الإيثار في شيء هو محل الغيرة من كل أحد، لأن الإنسان قد يستسيغ أن يشاركه صديقه في كل شيء، اللهم إلا في امرأة أحبها أو تزوجها، هذه مسألته. ولكن الإسلام جدع أنف الغيرة، الإسلام منع كل تلك المعاني من أن تخطر ببال البشر. وماذا كان؟ قال: ونصف مالي. قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ أين سوقكم؟ ذلك منطق الهمة، ذلك منطق النبل. فدلوه على السوق فذهب فباع واشترى ورجع بشيء كثير من الطعام، ثم غاب عن رسول الله فترة وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، يعني زينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم، يعني ما شأنه؟ ماذا تغير فيه؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: وكم بذلت لها؟ قال: بذلت لها نواة من ذهب. ذلك هو موقف الأنصار بعد موقف المهاجرين بعد موقف الأنصار، مؤاخاة في الله. هذه المؤاخاة في الله صنعت الأعاجيب، وكان ولا بد أن تكون. قوم أخرجوا من ديارهم ومن أموالهم ومن أهلهم، فلا بد أن توجد لهم المؤاخاة، المؤانسة والمساواة، بل والإيثار أيضا. فالذي لا يملك شيئا يؤنسه من وحشة الغربة، والذي يملك يواسي، والذي لا يملك إلا قوته يؤثر. مبادئ لا توجد في قواميس أوضاع الدنيا ولا في مناهيج ولا في منهاج البشر أبدا، وإنما لماذا؟ لأن هؤلاء باعوا أنفسهم وباعوا أموالهم لكلمة الله حتى تكون هي العليا. ذلك التضامن يتجلى في أن التضامن عزل مسألة الجنس، وعزل مسألة اللون، وعزل مسألة الوطن، وعزل كل شيء، ولم يبق إلا الدين. لماذا؟ هذا في موقعة بدر، نتيجة التضامن والأخوة في موقعة بدر. جاء مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان الفتى المدلل في مكة، ولكن الإسلام أخرجه مهاجرا إلى المدينة. ولذلك حينما رآه رسول الله في بؤسه وشظفه قال: انظروا ما فعل حب الإسلام بصاحبكم، أي ضحى بكل شيء في سبيل الإسلام. مصعب بن عمير هذا يلتقي في غزوة بدر بأخيه أبي عزيز، وقد أسره أنصاري اسمه أبو اليسر، فقال لأبي اليسر: يا أبا اليسر، اشدد على وثاقه جيدا، فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فنظر أبو عزيز إلى أخيه مصعب وقال له: أهذه وصاتك بأخيك؟
قال هذا أخي دونك، هذا عتبة بن أبي ربيعة على رأس جيش الكفار، وأبو حذيفة ابنه مع رسول الله، وبعد ذلك يقتل عتبة، فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أبي حذيفة شيئا من حزن، فيقول له رسول الله: أأحزنك أن يقتل أبوك؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكني كنت أعرف لأبي رأيا وحلما وعقلا، وكنت أحب أن يهتدي إلى الإسلام. وأيضا فالتضامن مع العقيدة أولا ومع حامل العقيدة ثانيا تضع على كل أسباب الرباط بين الناس وبعضهم إلا رابطة الدين وحسب الإسلام. هذا أبو بكر رضي الله عنه، ابنه عبد الرحمن لم يكن قد أسلم، فيجيء مع الكفار في غزوة بدر، وأبو بكر هو من هو مع رسول الله. وبعد أن انتهت المعركة وأسلم عبد الرحمن، قال له: يا أبي لقد رأيتك في المعركة فلويت وجهي عنك، يعني ما حبيتش إن أصيبك بسيفي. فماذا قال أبو بكر؟ قال: والله لو ترأيت لي في المعركة لقتلتك. ما أعظمها كلمة! لماذا؟ أمر منطقي وطبيعي، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر حينما يواجه أباه أبا بكر، أبوه له حق الأبوة، ولكن عبد الرحمن يقاتل عن ماذا له حق عنده؟ يقاتل عن اللات والعزة؟ والله لو كانت لها في قلبه عقيدة لما آثر أبا بكر على عقيدته. إذن فعبد الرحمن بن أبي بكر حينما واجه أباه واجهه بمقارنة بسيطة بين حق أبوة ولا حق لآلهة. لا بد أن يرجح أبوه، ولكن أبا بكر رضي الله عنه واجه ابنه بحق بنوة وبحق رب، فلا بد أن يرجح حق الرب. كان التضامن والتآخي أمرا طبيعيا لسير الدعوة، ولذلك يجيء القرآن بعد الآية التي جعلت ذلك الولاء يقول: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الذي أمسكته الأرض وأمسكه الأهل وأمسكه المال ليس له حق معكم إلا أن يهاجر. لماذا يكسر سواد الكفر؟ ولماذا لا يكسر سواد المسلمين؟ ما دام هناك فلا موالاة بيننا وبينه حتى يهاجر، لكن بإسلامه وإيمانه له حق علينا. مواقف دقيقة، كل موقف بياخذ على قدر حجمه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لكن بما لا يهدم مبدأ من مبادئ العهود في بدء الإسلام، لأن الإسلام إذا خاص بعهد في أول مبدأه كان أسوة سيئة فيما يعطي من العهود. إذن فالمسألة ترتفع وتنخفض. رسم بيان: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا. أجعل ذلك قضية لازمة؟ لا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، قالوا لكم روحوا يوهو احنا تعبانين انصروا، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قضايا مرتبة ترتيب قانوني، وقانوني محكم، وقانوني في إيجاز، وقانوني كل حاجة لها حيثية. لماذا كان ذلك الولاء هنا والنصرة هنا؟ لأن الحق يقول بعد ذلك: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أيكون الكافرون بعضهم أولياء بعض ثم لا يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض؟ ماذا يقول الحق تعليقا على ذلك لو لم يتم الأول وقد تم الثاني؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كفر متضامن وإيمان لا يتضامن، هذه فتنة وذلك فساد. إذن فكان ولا بد أن يكون. أنا باقتصادي أو بفكري أو بعملي خلقت مادة رزق أو وصلت إلى الرزق. أنا حين أذهب لأشرب ماء من أنا خلقت المية
ولا المية موجودة والطاقة التي سعت موجودة والفكر اللي رتب لي أنني أروح أشرب موجود. إذن أنا ليس لي عمل في هذه المسألة إلا توجيه الطاقة فيما صلحت له. الطاقة المخلوقة لمين؟ لله. في المادة المخلوقة. فإذن الاقتصاد الإسلامي منبعث من هذه النظرية إن كل حاجة لمين؟ لله. فإذا أراد الله أن يتحكم فيما يملك ويقول لك اللي تملكه وأنا خلق لك، إذا قلت لك أخرج جزءا منه للمعدن أو للعاجز أو للضعيف فأنا بتحكم في مالي، أتحكم في مالي مش بتحكم في إيه؟ في مالك هنا. لكن نجد مرة أخرى نسبه للناس، قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والإيه؟ وبعدين يقول آتوهم من مال الله الذي آتاكم، ومرة ثانية يقول إيه؟ وفي أموالهم، مش كده؟ لا تأكلوا أموالكم. الله نسب المال مرة إلى نفسه ونسب المال مرة إلى مين؟ إلى الناس. يبقى مدام نسب مرة إلى الله ثم نسب مرة إلى الناس يبقى لازم نشوف المسألة دي تيجي إزاي. أما قال لك المال لله أصالة ومنك سعيا إليه، يبقى حركتك أنت اللي لك، يبقى خذ من المال على قدر هذه الحركة ودع لصاحب المال شيئا من ذلك المال. لكن صاحب المال ده اللي قال لك اديني شيء من المال اخذه لنفسه، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. المال توديها فين؟ لمن؟ أم قال لك لاخيك الضعيف اللي مش قادر يعمل. يبقى اللي خده مني كحق له رده على مين؟ على الضعيف. الضعيف ده ايه صلتي بيه؟ اخي في الانسانيه صحيح، وهو عاجز الان، والعجز والقدره طارئان. يعني ايه العجز والقدرة طارئان؟ يعني من الجائز ان يكون قادر الان وعاجز. اذا فهو حين يأخذ مني وانا قادر ليعطي العاجز، سيأخذ مني وانا من غيري وهو قادر ليعطيني وانا، يبقى اذا بياخذ مني ليا ولا لا؟ فكأن ذلك تأمين لحياة القادر، حتى اذا ما عجز فهم ان الذي اخذ منه وهو قادر سيعطيه وهو عاجز. تبقى المعادلة موجودة ولا لا؟ يبقى إذن أولا المال كله لله، ولكن الله احترم توجيه طاقتك للعمل حافزا لك، فقال لك اللي تكسبه نتيجة عملك يبقى إيه؟ يبقى مالك. لكن مالك ما تنساش أنني واهبه، فحاخد منه حق. الحق ده مش هاخده ليا، إنما هاخده لمين؟ لأخوك. وأخوك ليه باخد لك من باخد منه لك؟ العاجز ممكن يبقى قادر، والقادر يبقى ممكن يبقى عاجز. فإذا أخذت منك وأنت قادر يبقى أنا ضامن لك أن أخذ لك وأنت عاجز، يبقى أكنه خد مني ليا ولا لا؟ يبقى خد مني ليا. زي التأمينات اللي بيعملوها، هم مش بياخدوا من الواحد طالما عنده عشان يديله ما يبقاش عنده، هذه تأمين إلهي. يبقى إذا الاقتصاد الإسلامي مبني على هذه الأسس، مبني على أسس أن الله هو إيه؟ هو المالك الحقيقي، ولكنه احترم عملك وملكك منه. لما ملكك منه لم يرجع فيما وهب، ولكنه أخذ شيئا وقال ذا حقي أوجهه لأخيك العاجز، ولا تحزن ولا تضجر لأنني أخذ منك وأنت قوي، فقد ضمنت لك أيضا وأنت عاجز. يبقى مبنى الاقتصاد الإسلامي كله على هذا الإيه؟ بس الشطارة بقى إن أنا عايز علشان الآلة تمشي سليمة إنني أتبع صيانك اللي خلقت. إحنا قلنا مرة ان اللي بيعمل جهاز بيعمل له ايه؟ اسمه ايه؟ سموه كتالوج. كتالوج ده معناه ايه؟ قانون صيانة الجهاز عشان يؤدي مهمته، مش كده؟ مين اللي عمله؟ اللي صنعه. يبقى الانسان مدام صنعت الله ياخد قانون جهازه قانون صيانته من مين؟ من الله. يوم ما ياخد قانون صيانته من حتة تانية نقول له قسلا، لان اللي وضع قانون الصيانة مش هو اللي صنعه. انت صنعه، وعمرنا ما شفنا صنعه وضعت قانون صيانة نفسها ابدا، بل الصنعة اللي يضع قانون صيانتها مين؟ صانعها. فإن أفكار البشر دي وتنظيمات البشر وتقنينات البشر في غير الأمور المادية المحكومة بتجربة أمور فاشلة ولا تنتج خيرا أبدا. أما الأمور المادية واعمل نشاطك الذهني في أنك أنت الأمور المادية اعمل عليها تجارب وشوف التجربة اللي تنفع تبقى إيه؟ لأن التجربة تجربة معملية على مادة صماء لا تجامل، هتديك الحقيقة العلمية صح ولا لا؟ إنما الشيء اللي نابع من هواك انت تختلف فيه وانا اختلف فيه، كل واحد خلق حسب ايه هو. العالم الان فيه موجتين اثنين،
موجة علم مادي مبني على التجربة وعلم نظري. العلم المادي المبني على التجربة نجح ولا ما نجح؟ نجح. وأعطى العالم معطيات حضارية واسعة ولا ما أعطاها؟ أعطاها. وهل اختلفوا فيها؟ يعني في كهرباء أمريكاني وكهرباء روسي؟ ولا كلها زي بعضها؟ ليه؟ علم مادي مبني على التجربة. أنا وأنت محكوم بالتجربة، واللي تقول التجربة هو اللي يبقى علم. لا ليه هوا ولا ليك هوا. إنما بقى نبقى شيوعيين ولا رأسماليين؟ ده كلام شهوة بقى. إيه؟ مش علم تجريبي بقى. أنت ليك هوا وأنا ليه؟ وأنا ليه؟ وما نفعش العالم في هذه المادة. يوم ربنا يقول لك الأمور التي تركت فيها المادة وقوانين المادة استخدموا فيها عقولكم. خلاص؟ والأمور النظرية اللي تختلف فيها الأهواء خدوها من عندني، لأن ما فيش هيجي قانون بلا هوا أبدا. كل مقنن قانون نظري هيجي فيه هوا. وانتوا أهواءكم مختلفة، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يبقى العالم فيه مكتبتين، موجة مادية رياضية مبنية على التجربة ودي ناجحة وادتنا أسرار كتيرة أوي، وموجة تانية إيه؟ نظرية. لكن اتفقنا في الأولى وارتقائنا فيه أفسدوا علينا اختلافنا في الثانية ولا لأ؟ ليه؟ لأن ده بده يؤيد نظام الرأسمالي، وده بده يؤيد نظام الشيوعي، فاستعملنا آثار العلم المادي في سبيل الإخضاع للعلم النظري، فأصبح العلم المادي المتفق عليه العلم المادي المتفق عليه في خدمة إيه؟ خدمة العلم النظري. كل واحد قوي بقى يفرض قانونه، كل واحد فأفسدنا إيه؟ أفسد. وهذا هو فساد العالم. فساد العالم ماشي من ناحية إيه؟ من ناحية أنه متبع في كثير من العلوم أهواءه النظرية، وقاس الأمور المادية النظرية على الأمور المادية. وخيبتنا احنا بقى يا مسلمين ويا شرق ويا عرب إننا أخذنا بتفوق الغرب في علومه المادية، فظننا أن كل ما يأتي به الغرب خير، فرحنا واخدينها قضية إيه؟ قضية واحدة. نقول له لا يا شيخ، افرق بين نشاط مادي محكوم بالتجربة والقانون الرياضي وبين كلام نظري. خد الكلام المادي، إنما الكلام النظري لا، لأن الكلام النظري هم هيختلفوا مع بعض فيه وهيدقوا مع بعض كل يوم تقوم حروب، وده ليه؟ لأن مفيش تجربة تحكمهم. إحنا لا، مادام خدنا منهم التلفزيون، خدنا منهم الراديو، خدنا منهم الصاروخ، قلنا يا سلام ده هم وثقنا بإيه؟ بكل ما يأتي عنهم، ولم نفرق بين علم خاضع عن الهوى لا تحكمه مادة ولا تحكمه إيه؟ ولا تحكمه تجربة. النظام الاقتصادي الإسلامي بعد هذا أخذ سيئة أهواء الغرب في إيه؟ في الربا. لأن الغرب قايمة نظرياته واقتصاده على ربا، إحنا عايزين نقوم برضو نظرياتنا واقتصادنا على إيه؟ على ربا. نقول له طب يا ريتك خدتها تجريبي، طب ما تشوف انتهوا إلى أن قالوا في الربا ماذا؟ إشمعنى أنت تبدأ من الشيء اللي هم نفسهم بدأوا يقولوا مش نظام؟ كنز إله الاقتصاد عندهم ولا لا؟ ماذا قال كنز اللي جي أنقذ اقتصادية بريطانيا بعد الحرب؟ إله إيه؟ رفض الربا وقال إيه؟ قال المال لا يؤدي وظيفته الكاملة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى الصفر. يعني إيه؟ يعني لا فائدة. ليه؟ قال لك لأن التوازن من الخلف. لأن معنى إن واحد ياخد ربا 105 زيادة يعطيها مين؟ ده اللي ما عندوش، اللي ما عندوش مال فاقترض 100، تقوم تقول له اديهم 105؟ ده هو ما عندوش، ده مقترض 100، تقوم تقول له اديه 105؟ وانت اللي عندك 100 فائضة عن حاجتك، لأن معنى أنك مقرض إن دي فلوس مركونة ما انتش عايزها في دولاب حياتك، يعني مش عايزها فلوس سايلة في الله، مش كده ولا ايه؟ تقوم اللي مش عايز تزود له ماله ممن؟ من مين؟ الله، من المحتاج. طيب الزائد تزيده والناقص تنقصه. يبقى دي اي قاعده دي تمام؟ راح الراجل الزائد تزيده والناقص تنقصه، اذا فالزائد زائد الى نهايه، الى لا نهايه، والناقص ناقص الى لا نهايه. يبقى التمزق يجي في المجتمع ولا لا؟ هذا يزيد زياده لا نهايه، هو ده ينقص نقصا، يبقى ده يؤدي الى ايه؟ عدم التوازن. ولأن المال يصير في إيه؟ في جانب واحد. إذا صار المال في جانب واحد ابتدأت إيه؟ التسخير الصح بقى. يبقى اللي عايز يأكل يروح للي عنده بقى يقول الدين عشان أجيب قرصاي، مش كده اللي يحصل؟ يبقى يجي التسخير الإيه؟ التسخير الحقيقي بقى يجي هنا.
وبعدين قال لك يا ريت يقتصر على كده. اللي عنده المال بقى ده يستطيع ان يستذل الاخرين بانه يشتري ضمائرهم. وده اللي كان اشترى ضمائر الخضاع كده، يشتروا مصالح الحكومات، يروح شاريين حكومه بحالها كده، يسقطوا حكومات ينزقهم ويتكلمون الحقيقيون. يبقى المال والحكم معا، المال يجي فساد ولا ما يجيش فساد، لكن لما بيبقى المال في جهه حكم في جهه، هي الشيوعيه فشلت ليه؟ طب كان مثلا في غير الشيوعيه المالكون شيء والحاكمون ايه؟ شيء اخر. لكن انت دلوقتي بقيت مالك وحاكم، لا القوتين الاثنين معاك، خلاص يبقى ما فيش مفر من الاستذلال، لا مفر من الاستذلال. يبقى اذا لما يجي كنزي مثلا ويقول لك ايه؟ ان المال ما يؤديش وظيفته الكامله الا اذا انخفضت الفائده الى ايه؟ الى صفر. انتهى الى نظريه الاسلام ولا لا؟ ها؟ انتهى الى نظريه مين؟ الى نظريه الاسلام. يوم يجي واحد يقول لك اقتصادنا، اقتصادنا يضيع، ما نبني اقتصادنا على ايه؟ اقول له لانك انت رابط اقتصادك باقتصاد اوروبا، مش كده؟ اصلك انت ما عندكش ارتدوكهم معذورين في انهم يصنعوا ذلك، انما انت لا عذر لك، لان انت مش معذور، لان عندك دين بيعمل ارضيه سخاء قبل الحاجه، ارضيه سخاء. ولذلك لما تيجي تقرا القران تعالى في سوره البقره وشوف ايه الربا، تجد ايه الربا قبلها 22 ايه، قبله 22 في النفقه. تبدأ بقول الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. 22 آية جاية في النفقة. أيود أحدكم أن تكون له جنة الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا إيه ولا. كل الآيات دي جاية علشان إيه؟ النفقة، بيسخ النفس البشرية. وبعد ما يقول والله إن رضيت بالنفقة يبقى لا محتاج، إن رضيت بتسخيتي لك في أن تنفق على المحتاج يبقى ما فيش إيه؟ ما فيش محتاج. طب وما رضيتش؟ أنت ما أنتش راضي تمسك، وأنا كمان مش راضي أراضي. ما أنتش راضي تمسك في سبيل الله، مش دي حقك يا سيدي. اللي ما عندوش أقول له ادفع زيادة، للي عنده دي مسألة مش معظومة أبدا. أمال نعمل إيه يا رب؟ أم أن نتوسط في المسألة، مش لما بنختلف في حاجة أنت شادد في ناحية وأنا شادد في ناحية، بنعمل إيه؟ مش بنقول نلتقي في منتصف الطريق عشان نعمل حل، مش كده ولا ايه؟ ام قال انت ما انتش راضي تنفق وانا خلقك مانيش راضي بالربا، طب نعمل ايه يا رب؟ والله اقرضوا قرض حسن يبقى ليك بس المال بس، وانا اديك الايه؟ الفايده. يقوم يجيب ايه الدين، ايه يجيب النفق وبعدين الربا حرمه، وبعدين يجيب اخر حلا وسطا الدين. ما انتش راضي تديله خالص من غير متى كده، لا اديله دين بس انا اللي هديك الايه؟ انا اديك الفايده فيضاعفه، ولا خد المضاعفه مني انا، خد المضاعفه مني انا، ويوثق الدين وهو الى اخره. دي مش عندهم هم، لانها هي نظريات بعيده عن الدين هنا، انما انا نظريه الاقتصاديه عندي مربوطه بايه؟ مربوطه بالدين، مربوطه بالدين، بحيث ان كثيرا من الناس من اختمرت في نفوسهم ايات التدين بيدي اكتر مما طلب منه في الزكاة، مش كده ولا لا؟ معنى انه بيدي اكتر يعني ايه؟ يعني ان الطبع بتاعه مستقيم وسلس في يد ربه، اما يقول له انفق بينفق. هم ما عندهمش كده، يبقى معذورين في انهم يقننوا لنفسهم، انما انا ما عذري. ودي مسألة مرتبطة بايه؟ مرتبطة بعقيدة دينية عندي. ونقول له يوم يجي الناس بقى يقول لك يا اخي انتم ما بتفهموش القرآن، لأن القرآن يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، والأرباح اللي موجودة دي ما هيش إيه؟ مش أضعاف مضاعفة، ده بسيطة، 105 106 107 مش أضعاف مضاعفة. نقول له أنت خدت أي زي ولا تقربوا الصلاة؟ واحد يقول أنا ما بصليش لأن ربنا قال لا تقربوا الصلاة، مش كده ولا إيه؟ ولا زي واحد يقول إيه ربنا قال يا أخي أقوله أنت نصران، ألا نصران؟ ربنا بيقول إنا نصارى، مش كده؟ بنقول له يا اخي كمل الايه. ما هي ايه تانيه بيقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون. يبقى ما دام لكم رؤوس اموالكم يبقى جت اضعاف مضاعفه ولا اقل من الاضعاف المضاعفه؟ هو اتكلم في النسبه. ما دام لكم رؤوس اموالكم يبقى ما زاد عن راس المال يبقى ايه؟ يبقى ربا، وايه؟ ويبقى حرام. ادي من ناحيه الربا. يجي من ناحية القضية الأساسية في الإسلام،
احنا قلنا ان المبادئ المتعارضة حين ترتقي في طريقها تتدابر ولا تتلاقى؟ يا شيخ وبعدين خد بالك من مفيش طباشير عندكم؟ طبناش الطباشير، اثنين واقفين متدابرين يعني قفاهم لبعض كده، قفا ده في قفا ده، متدابرين ولا متقابلين؟ متدابرين. لما يمشي كل واحد في طريق التدابر يقربوا من بعض ولا يبعدوا؟ يبعدوا مش كده؟ ولما نلتفت نلاقيهم راجعين عن البعد وراجعين تاني كده، يبقى معناه ايه؟ تراجع. يعني المبدأ الرأسمالي كان متحكم مش كده؟ وبعدين جاء ضده مين؟ الشيوعي. هل المبدأ الرأسمالي راق له مذهبه فسار فيه الى اوج واعلى ولا تراجع؟ ما وجه تراجعه؟ عمل ايه؟ ادى للعمال حقوق مش كده؟ خفف ساعات الايه؟ العمل. عمل لهم مثلا تأمين اجتماعي، عمل لهم تأمين ايه؟ تأمين صحي، ادالهم بعض الاسهم في الشركات اللي بايه بيعملوه، ادهم مكافآت ايه تشجيعية. دي تراجع عن مبدئه ولا شرود في مبدئه؟ تراجع. يبقى بعد ما كان ماشي كده رجع كده. الشيوعية قال قالوا ما فيش ملكية ابدا وكل حاجة ملك للدولة، سيبتت على كده ومشت طوالي ولا رجعت كده؟ ليه؟ قالت ايه؟ قالت الحافز وقالت سهول سيبيريا اللي كانت بتمون الدنيا كلها قمح، دلوقتي روسيا عمالة تبيع رصيدها من الذهب عشان تشتري قوت تاكل. بعد سهول سيبيريا ما كانت بتعمل ايه؟ مقضية العالم قمح كله. ده دليل على ايه؟ الحافز امتنع فالانتاج قل، فاللي كانت متميزة فيه اصبحت، فتراجعت وقالت لا نعمل ملكية برضه، مش مانع رأي يملك كذا ويملك كذا ويملك كذا. الله. يبقى بعد ما كان ده ماشي كده رجع كده، وده ماشي كده رجع كده، يبقوا ايه متواجهين ولا مش متواجهين؟ وكل مدى بيعملوا كده، كل مدى بيعملوا كده، يبقى ده دليل على ان النقطه دي كانت غلط والنقطه دي كانت غلط. ويبقى الصواب فين؟ في ان يلتقي في الوسط. كذلك الاسلام، تملك ولا تملك، الملك لله خلاص زي ما قلنا اولا، مفهوم؟ والله يحكم فيما يملك، بيقول لك طلع من ملكك ده، ما انتش حر في ان تملك، املك بس من طريق حلال، استثمر بس بطريق، اصرف بس بطريق الله، كانك انت مالك غير مالك. يبقى الوسطيه ولا مش الوسطيه؟ وكذلك جعلناكم ايه؟ امه ايه؟ وسطا لتكون شركاء. جه كنز اله الاقتصاد عندهم، قال لهم بريطانيا والعالم ده اقتصاده ضاع من حاجتين اتنين، قال في خطين اتنين مش ماشيين مع بعض، ايش الخطين يا؟ قال احنا عندنا خط لازم يبقى فيه ايه؟ انتاج. ليه؟ قال لان ان نبطل الانتاج المصانع تبطل. طيب ولما المصانع تبطل العمال تبطل، ولما العمال تبطل تيجي ايه؟ بطالة. يبقى انا لازم الانتاج ايه؟ والانتاج يستمر ده بان يكون فيه استهلاك، يكون فيه ايه؟ استهلاك. طيب ادي خط يمشي عشان يمنع البطالة. قال لك لكن اذا استهلكنا على قدر ارادنا ما يحصلش عندنا تنمية. يعني واحد راتبه 100 ريال لو صرفهم كلهم في الشهر ما يجيش يوم هيشتري تلاجة، ما يجيش يوم يشتري تلفزيون، مش كده ولا لا؟ ما يحصلش عنده ايه؟ تنمية، ما يبقاش عنده، حياته تفضل كده. الله. اذا لازم يحصل مع الاستهلاك توفير وادخار مش كده؟ يبقى لازم خطين اتنين يمشوا مع بعض، استهلاك يؤدي الى الانتاج، ها، وتوفير يؤدي الى التنمية مفهوم؟ وتوفير يؤدي، فان استهلكنا كل ما عندنا يبقى مش هيجي يوم ما ننموش. يعني واحد مثلا عنده مصنع، المصنع ده مثلا بيدر عليه 1000 ريال في الشهر، ان قعد يصرف 1000 ريال في الشهر مش هيجي يوم يكبر المصنع او يرقي آلاته او يعمل اي حاجة. يبقى لازم بيجيب 1000 يوم يعمل ايه؟ 700 ويخلي 300 على 300، وبعدين بدل المكنه دي ما هي قوه 2 حصان يجيب مكنه ايه؟ قوه 4 حصان. يبقى يحصل ايه؟ تنميه ولا لا؟ يبقى اذا التنميه لازم تمشي مع الانتاج، الانتاج يحتاج استهلاك مش كده؟ استهلاك يتطلب نفقه، والتنميه تحتاج ادخارا مش كده؟ الادخار ده يتطلب انك توفر بعض الناس. يبقى الدوله اللي تقدر تحكم نفسها حكم بحيث تمشي الخطين دول متوازيين مع بعض تبقى دولة تنجح. دولاب الانتاج ماشي ودولاب التنمية ماشي. ان حصل انتاج بدون تنمية يبقى فيه تخلف، يبقى فيه تخلف.
وان حصل التنمية بدون انتاج يبقى فيه بطالة، مش كده ولا ايه؟ طب ومدام تنمية بدون انتاج هتبقى تنمل ايه؟ تقوم تقول له يعني انت عايز ايه خلاصة الكلام؟ قال انا عايز خط الانفاق يسير مع خط التوفير. ما هو الاستهلاك بتاع الانتاج عايز ايه؟ نفقة تبذل، والتنمية عايزة، فدي عايزة كده ودي عايزة كده. يبقى الدولة اللي تقدر تمشي في الخطين دول مع بعض بدقة هي الدولة الناجحة اقتصاديا. يقول له يا سلام طولتها وقعدت تلف لي من هنا ومن هنا لهنا، القرآن مسها مسا ما قالكش باب في الاقتصاد كده، كلام كلمة عابرة كده. قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، مش كده؟ وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لأنهم إن أسرفوا إن أسرفوا ماذا يكون الواقع؟ ما في تنمية. ولم يقتروا، لأنهم إن أقتروا يبقى فيه إيه؟ ما في إنتاج. يبقى عايز يبقى فيه إنتاج وتنمية معا، يبقى فيه نفقة ويبقى فيه توفير، مش كده؟ إذا أنفقوا لم إيه؟ لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إيه؟ ويجي آية تانية يقول إيه؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وبعد ذلك يأتي بالعلة فتقعد ملوما. ملوم ليه ومحصور ليه؟ لأنك إن جعلتها مضمومة إلى عنقك أصابك اللوم من مجتمعك القريب ومن مجتمعك البعيد، ما بتمتكش بخيل، مش كده؟ وإذا أطلقتها تبقى تتخسر، تتخسر لما تشوف غيرك اللي وفر شوية بقى عنده مصنع أكبر من مصنعك، أو بقى عنده بيت وإنت ما عندكش بيت، تقوم تبقى محصور على ما إيه؟ يبقى جاب العلة فتقعد ملوما ايه محصورة ملوما ان ايه ان جعلت اليد محصورا ان جعلتها مبسوطة كل الايه كل البسط، مفهوم؟ شوف بقى انتوا عندكم الحاجة بقى المهمة، يعني البحث كله ينقري عشان تربط معلومات، يعني ما هو آفة الواحد لما اقولك الموضوع ده مهم يدرس تقوم انت تقراه وتسيب الباقي ما تفهمش، لازم تنقري علشان تعرف ايه صلة الموضوعات ايه وبعدها، يعني قد يكون الفصل اللي قبله عشان تمهيد عشان تفهم الله. عندك بقى الموضوع المهم ان الاقتصاد الاسلامي له سوابق سبقت الاقتصاد المعاصر كله. الاقتصاد الاسلامي له ايه؟ معنى سوابق يعني ايه؟ يعني الشيء اللي بيطنطنوا بيه هم بيقولوا ده من المذاهب المعاصره جايبها من 14 قرن الاسلام. جايبها؟ طبعا الراجل عارض هنا موقف ادم سميث اللي هو بيقولوا ابو الاقتصاد. شوف ادم سميث كان في القرن الكام؟ القرن ال 18 يعني سنه 1700 وايه؟ وسبعين. قبله باربع قرون ابن خلدون قايل النظريات الاقتصادية مستوفية منظمة مبوبة. هو بدأ الاقتصاد بتاعه بشوية معلومات عامة منطورة، لكن ابن خلدون جابها معلومات ايه مبوبة ومركزة ومنظمة. جايب بقى تدخل الحكومة، فرض الضرائب، جايب الاحتكار، جايب تحديد الاسعار، كل الكلام الجديد، مفهوم؟ دي كله سبق مين؟ سبق الاسلام. عندك بقى ايه اللي من سوابق الاقتصاد الاسلامي؟ طبعا هتجيب ادم سميث وتجيب ابن خلدون، مش كده؟ والاشياء اللي سبق بها ابن خلدون ادم سميث يعني اللي سبق بها الاقتصاد الايه الاسلامي، مفهوم؟ عندك كده في شبهات حول الاقتصاد الاسلامي، يقول لك ايه الاسلام اشتراكي، الاسلام اشتراكي، ادي حته. بعدين عندك موضوع عنوان كده موجز عن الاقتصاد الاسلامي، انا قلت لكم مره ان في ايه في القران جمع الايه المبادئ الاقتصاديه اللي هي ايه وابتغي ايه فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى واحسن ولا تبغي الفساد في الارض، مش كده؟ وابتغي فيما آتاك الله، ما أي مبدأ تاخده من هذه الآية؟ آتاك الله، يبقى المال مال مين؟ هذه واحدة، مش كده؟ ابتغي به الدار الآخرة يعني ابتغي به رضا الله وتوجيهه إلى الخير، يبقى ده المبدأ الثاني ولا لا؟ يبقى أكن المال مال مين؟ مال الله، والمطلوب منك إنك تعمل إيه؟ توجهه إلى الخير الذي تبتغي به مرضات مين؟ مرضات الله، طيب وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وبعدين قال لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني مش عايزك لا قال لك برضه الدنيا فيها طيبات وفيها اشياء حلال تمتع بيها، مش معنى ذلك ان احنا عايزينك وهل الذي خدوا بالكم وهل الذي يبتغي فيما اتاه الله الدار الاخره يعمل ايه؟ يعني مش بيصدق بقى المحتاجين عشان يحققوا بيه ايه؟ مش عشان يحققوا بيه اغراضهم في الحياه؟ طب ما هي تحقيق متعه في الحياه، مش كده ولا لا؟ فاذا كنت هتديها للغير ربنا هيحرمك منها، انت ما يحرمكش منها، مش كده ولا ايه؟ يبقى كم مبدأ دلوقتي؟ المال ماله ايه؟ مال الله. اطلب به ما يرضي ايه؟ اطلب به ما يرضي الله. بقول له اتمتع برضه بايه؟ بالحياة في ايه؟ في طريقها الايه؟ الحل. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة وتنسى نصيبك من ايه الدنيا، يبقوا كم حاجة دولي؟
دول ثلاثة. ايه واحسن كما احسن الله اليك. انت ما نزلتش من بطن امك بالسرة. مش كده؟ لا. دي هبات الله فكما احسن الله اليك. عن غير حق لك عنده احسن الى مين؟ احسن الى من لك. يبقى ده كم ده المبدأ الكام؟ ولا تبغي الفساد في الارض. ما تجعلش المال اللي معاك سبب مفسد. مش كده؟ او تقامر. مش كده؟ او تغش. او ترتشي. مش كده؟ كل المسائل المحرمة. ولا تبغي الفساد او تتخذوه وسيلة طغيان على الناس. مش كده؟ يبقى لا ولا تبغي الفساد في الارض بيه. استنباط مال. اوعى تستنبطه الا من حل. مش كده؟ استثمار مال. اياك ان تستثمره في غير ايه؟ في غير حل. مصرف مال. اياك ان تصرفه في حل. يبقى جمعة العناصر اللي يصلح بها المجتمع ولا لا؟ هات بقى مجتمعا غنيه يعتقد ان المال الذي في يده لله. مش كده؟ غنيه يريد ان يبتغي بانفاق ماله رضوان الله فينفق على المحتاجين. مش كده؟ غنيه يريد ان يتمتع بما احل الله. ما وجدتش كزازة ولا بخل ولا وجدتش حرمان للطبقات الفقيرة. اولا لم يوجد غرور لانه مش مالك. مش كده؟ لم يوجد ايه؟ غرور ولا استعلاء لانه مش ايه؟ مش مال. انا بانفق فيما ابتغي به رضا الله فلا حرمان للفقير. مش كده؟ انا باتمتع نفسي بما احل الله فلا كزازة ولا شحة ولا بخل ولا كنود. مش كده ولا لا؟ انا احسن كما احسن الله الي فكأني ارد الجميل لله في فقيره. ارد الجميل لله. اذا فانا لا ازى على فقير باني اعطيه لان ايضا عبد لله واعطاني ما لا استحق. مش كده؟ ولا تبغي الفساد في الارض. يوجد التوازن الخلقي والتوازن الاجتماعي والتوازن الاقتصادي والتوازن الايه والتوازن السياسي. يبقى ايات جمعت كل ايه كل ما يمكن ان يكون من عناصر الله. طيب قلت لكم ايه انا تاني؟ يبقى انتوا عندكم الثوابت والشبه والموجز. كلام طيب. عندكم يا سيدي ايش المره ما لسه خلصنا الاقتصاد. عندك عنوان الملكيه الاقتصاديه في الاسلام. طبعا الملكية انا عرفتها نوعين ملكيات لله وملكيات لك. مش كده؟ عندك حتة مهمة توجيهات اسلامية لصاحب العمل والعامل. ده في صفحة كام؟ 206 وايه؟ 286 89. عندك عنوان في صفحة 305 شمول الزكاة لكافة الاموال. خلاص؟ وعندك عنوان اخير اسمه اقتصاد بلا ربا. اقتصاد بلا ربا.